مستمعينا الأعزاء عبر أثير راديو زارة العرب، هنا المنوفية، معي ومعكم الآن الأستاذة الدكتورة شيماء شفيق، مدير إدارة القوافل العلاجية بمحكمة الصحة محافظة المنوفية. أهلا بك يا دكتورة شيماء. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. نقول مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة على الكشف على مرضى الضغط والسكر، وطبعا هيتم صرف العلاج بالمجان من خلال 8 محافظات على مستوى الجمهورية، ودي خاصة بمرضى الأمراض المزمنة والغير سارية. ماذا عن هذه المبادرة التي ستنطلق إن شاء الله تحت رعاية الدكتورة وزيرة الصحة يوم الاثنين القادم؟ دي مبادرة سيادة الرئيس 100 مليون صحة اللي كانت بدأت من فترة. طبعا مرضى الأمراض المزمنة دول اتأثروا بالفيروس كورونا، ففي ناس كتيرة ما بقتش تروح عشان تقرر العلاج بتاعها ولا تجدد القرار بتاع نفقة الدولة اللي كان مقرر ليهم. فطبعا حرص من سيادة الرئيس على سلامة المصريين وصحتهم دايما، فأطلق المبادرة دي وإدى توجيهاته للسيدة وزيرة الصحة عشان نبدأ ننفذ المبادرة في 8 محافظات، منهم محافظة المنوفية. إحنا الحمد لله يعتبر من المحافظات المميزة اللي عندنا 5 مواقع هنشتغل فيه. الخمس مواقع دول هيبقوا في عندنا في مدينة السادات وفي قرية كفر داود، ومدينة تلا في قرية كفر ربيع، ومدينة وسنة في قرية بأسة، ومدينة البجور في قرية تستانها، ومدينة احنا كده قلنا 5 ومدينة أشمون أيوة في قرية ساقية المنقدي. طيب. فإحنا هننطلق بعربياتنا في متوزع في كل قرية هيبقى فيها عربيتين. طيب دكتورة شيماء، نقول الإجراءات الاحترازية وإن إحنا بنمر الآن يعني بظروف بيواجهها العالم وهو فيروس كورونا المستجد، ماذا عن الإجراءات الوقائية عشان إن أنتم هتنطلقوا في هذه المناطق داخل محافظة المنوفية لخدمة المرضى من أبناء المحافظة في مثل هذه الأماكن؟ الحمد لله احنا معانا هناخد جميع الاجراءات الاحترازيه ومعانا جميع وسائل مكافحه العدوى. بنأكد طبعا على كل طبيب وممرضه والصيدلي اللي مسؤول عن صرف العلاج ارتداء الوقيات الكمامه، طبعا اهم حاجه الطبيب لازم يلبس الجوانتي وهو والممرضه عشان التعامل طبعا مع المرضى. غير كده كمان هيبقى في حد من بره بينظم المرضى عشان التباعد الاجتماعي، فهنعمل مسافات بين كل مريض ومريض متر، ونرتبهم متر متر ونص على حسب المسافة المحددة، ونرتبهم بالدخول واحد ورا التاني لمنع التزاحم طبعا على العربية. وبرضو في العربية اللي هتصرف لهم العلاج نفس النظام، هيبقى في حد واقف ينظم عشان التباعد وعشان نمنع التزاحم خلاص تجنبا للإصابة بفيروس كورونا. دكتورة شيماء، نقول يعني حاجة جميلة جدا هذا التباعد وهذا الأمر الكويس الاحترازي للملكم وللمواطنين كجيش أبيض وكمواطنين من أهالي هذه البلاد. نقول الوحدات هتبقوا داخل نطاق الوحدات الصحية ولا هتنطلقوا في أماكن معينة في مثل هذه الأماكن؟ لا إحنا هنبقى داخل كفر داود، هتبقوا في حتة في الوحدة الصحية ولا هتبقوا في حتة؟ لا هنبقى داخل الوحدة الصحية نفسها. جميل. هتبقى موجود فيها عربيتين، كل عربية فيها طبيب، في عربية اللي هيبقى فيها الكشف فيها الطبيب والممرضة، والعربية الثانية فيها الدكتور الصيدلي المسؤول عن صرف العلاج على نفقة الدولة الخاص بمرضى الضغط والسكر. النصيحة اللي بتوجهها لأهالي هذه البلاد اللي هتنطلقوا فيها من خلال مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صح؟ احنا نازلين لخدمتكم والدولة كلها حريصة على مصلحة المواطن المصري، فياريت انت كمان تبقى حريص على مصلحتك. اهم حاجة كل مواطن يبقى جاي مرتدي القمامة بتاعته، يتبعوا كلهم التعليمات اللي احنا هنقولها لهم، اللي هي اهم حاجة التباعد الاجتماعي. بلاش يا جماعة نتزاحم على العربية، كلكم هتاخدوا الخدمة الصحية، احنا جايين عشان نخدمكم، فياريت تساعدونا زي ما احنا جايين نساعدكم. في تنسيق ما بينكم وما بين الوحدات المحلية دكتورة شيماء؟ طبعا احنا قبل ما نروح اي مكان بنبقى مبلغين رئيس الوحدة المحلية. طبعا بنبقى بعتين الجوابات لهم كلهم،
وطبعا التنسيق كمان احنا مع الرعايه الاساسيه، اداره الرعايه الاساسيه في مديريه الشؤون الصحيه، لان احنا رايحين الوحدات بنشتغل فيها، فبنبلغ كل مدير اداره، بنبعت جواب لرئيس الوحدات المحليه، لشركه الكهرباء، لشركه الميه، ده كله عشان يسهلوا لنا المهمه بتاعتنا، ويبقى الجميع مساهم في خدمه المواطن المصري. تبقى من الساعه كام للساعه كام يا دكتوره شيماء؟ هتبدا ان شاء الله من الساعه 9 صباحا وتخلص الساعه 3. وطبعا ان شاء الله يوميا بقى مستمره باذن الله، مستمره، وبعد كده بتنطلقوا في اماكن اخرى هذه المبادره يعني. واحنا بنحييكم على مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحه، اللي هي كانت خاصه بفيروس سي، وطبعا الكشف عن الامراض المزمنه، وقدرتم توصلوا للمركز الثاني على مستوى الجمهوريه بمحافظة المنوفية، كانت من المحافظات الرائدة. ونتمنى لكم من خلال 100 مليون صحة الخاصة بأمراض الضغط والسكر ان احنا يعني نحقق مراكز متقدمة او مركز متقدم ان شاء الله. دكتورة شيماء، ان شاء الله باذن الله المنوفية دايما في الريادة، وباذن الله هنحقق باذن الله المركز الاول بقى، مش هنبقى المركز الثاني في المبادرة بتاعت سيادة الرئيس. وده النجاح كله يا دكتور، ربنا يخليك يا رب، وربنا يقدرنا كلنا على ان احنا نخدم المواطن المصري ونرتقي بصحته. الدكتوره شيماء شفيق، مدير اداره القوافل العلاجيه بمديريه الصحه بمحافظه المنوفيه، عبر اثير راديو زاره العرب هنا المنوفيه، وحييك وحيي العاملين معاكي، ومن نجاح الى نجاح. ونتمنى لمبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحه بالتوفيق والنجاح للمرضى الأمراض المزمنة والغير سارية، والناس اللي هم يعني جمال واللي بيحبوا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتمنى لهم الصحة والعافية، وأن يزيل الوباء عنا من فيروس كورونا المستجدة. دكتورة شيماء، أمين يا رب العالمين بإذن الله، ربنا هيحفظ مصر وهيحمينا إن شاء الله، وهيزيل الوباء ده عن مصر وعن العالم كله بإذن الله. وحتى نلتقي بكم، لكم دائما تحياتي، محمد سعد الإعداد والتقديم.